الإمكانيات متوفرة والفرص موجودة، نقطة انطلاقنا هي الحاضر وهدفنا هو المستقبل، ويجب أن نقرر كيف نصنع المستقبل ونصنع التنمية. بين 1960 و 2020 تضاعف عدد السكان لأكثر من 80 مرة، من 40 ألف نسمة وحتى 3.3 مليون نسمة. طويل العمر شاركت 65 جهة حكومية وخاصة في إعداد الخطة الحضرية. الخبراء اللي شاركونا في إعداد الخطة الحضرية أكدوا من خلال تقاريرهم التنمية اللي تمت في إمارة دبي هي الأسرع في العالم بقيادة سلمية.